لماذا نتحمل العناء ونترك الأهل والأموال والدور والمناصب والمساجد ونأتي إلى أرض بلا زرع وبيت بلا سقف وأحجار وضع بعضها على بعض من دون أي زينة ومن دون أي ترتيب. وكيف أن هذا العمل يعتبر في القرآن الكريم حقا إلهيا على المؤمنين ولله على الناس في الجلبين؟ ولماذا من يرفض الذهاب إلى الحج يسميه القرآن كافرا، يعيش في حياته فترة من الزمن حالة من التزوير، سواء كان ملك ولا عالم ولا صاحب منصب ولا تاجر، لا يعيش حالة من التزوير، جاي من الحج هذا التزوير الوخر عن أنفسنا. نعيش الحقيقة، رب واحد وكل شيء عبد الله وخاضع له ومسلم الأمر. أنت في الحج تنسجم مع الكون، إذا كان الشمس تسجد لله والقمر يسجد لله والنجوم تسجد لله والماء يسجد لله والهواء يسجد لله، يعني يخضع له يسلم أمره ما يقدر يخالف. أنت باختيارك تدخل مع الكون في عبادة الله والتسليم لأمره، يعني خلاص جاي لك يا رب، اللي تصرف فيه أنت صاحبنا، أنت مالكنا، أنت ملكنا، أنت إلهنا، أنت ربنا، أنت خالقنا، أنت معينا، أنت مؤمن، أنت الله غيرك. ألا كل شيء، هذا شعر جاهلي، بس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشيد به، ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. المناصب لا تبقى، الأموال لا تبقى، العلوم لا تبقى، الدنيا كلها لا تبقى لأحد. هذه المعرفة، معرفة أنت ما ربك، ما خالقك، ما شوفوا إن شاء الله تشوفوا هذا العدد الهائل الذين يلبسون أكفانهم ويأتون إلى هذه الديار، والله العبيد هذا جزء بسيط ممن يعبد الله في هذه الأرض، واحد وإذا واحد رفض هو الخسران. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من عجزك تعرف قدرة الله، من جهلك تعرف علم الله. التخلص من التزوير لنزور أنفسنا، لذلك تاج الملك على الأرض في حالة الإحرام وعمامة العام، لأن أحيانا الملك يلبس التاج، بس المشكلة التاج يلبس الملك، الكرسي اللي يجلس عليه مسؤول بعد مرور مدة من الزمن، الكرسي يجلس على الوزير وعلى المسؤول، يضيع نفسه. وكذلك عمامة العام، هذا كله ترويح، تأتي بكفلك إلى الله عز وجل. هذا اللي رب العالمين يقول ولله على الناس حج البيت، حتى تأتي إلى هنا وتعود ربانيا في الناس. عملك صالح، نيتك صالحة، الصلاح والصلح والإصلاح ديدنك وعملك.